صباحي سي توفيق. صباحي. تو كان باش واحد يقدم توفيق بن بريك، معناها كان وانو الواحد يقدم الماء بالماء. أنا مش لازم نقدموك. هاكا بدينا بالغزل. أما ثم سؤال محيرني. علاه تقوم بكري برشا خويا؟ تقوم قبل المؤذن. شنو هي الحكاية؟ مؤذن الفجر معناها، تقوم قبله. ما السر في ذلك؟ مش تخليني نبحر معناها. قبل كل شيء انا ثقيل في تريلان، يعني انت باش نلحق عليكم انتم المجروبين والمنتبهين، والواحد يلزمني على الاقل باش نحضر ونخرج معاكم مع الثمانية، يلزمني على الاقل ثلاثة سوايع. فهمت؟ ما تدوشت ما كليت ونبدا مذهب كل شيء. يوم بلوز ما نذهب هذاك الذيوبة، خايف لا تزرق علي الشمس والناس معناتها تجي الكلاب معناتها، فهمتني؟ تدهم علي، فهمتني؟ على ذاك بابا باش نجم نسرح وناخذ الطريق معاك قبل الامبوتياج وقبل الواحد على بكري بابا. هذا هو، هذا هو. ملا صوت الاذان في السجن وصوت الاذان في السجن البراني يتفرقوا ولا هما بينهم؟ لا عادي جدا. معناها كيما تسمع الاذان في السجن كيما سمعته في السجن كيما سمعته في دارك؟ والله ما عمري ما سمعته انا، فهمني؟ اي معناتها الاذان هذا ما نيش حاطه في بالي معناتها، فهمتني؟ لكن هو حاطه في بالك يناديك يوميا. ينادي من فيق قبل الاذان معناتها، فهمتني؟ انت تفيق قبله دونك ما تسمعوش. انا نفيق كيف سمعت لي مينار بتاع جريسه، فهمتني؟ يهبطوا قبل المصلين، قبل الفجر باش يهبطوا للدموس، فهمتني؟ هاو معناتها هذاك هاو ماشي نبحروا معناتها. امبرون لو كاب، امبرون لو كاب، امبرون لو كاب. كنت تحكي على الانتباه، مش كيفكم انا قلت، مش كيما الناس المنتبهين ومش كيما الناس كاين الانتباه والعمل هي سبة. بار كونتر انت اكثر واحد منتبه توا في تونس. منتبه كيفاش خويا؟ منتبه تكتب في الروايه وتكتب في الصحافه وتكتب في الشعر وتكتب، ما نعرفش عليك كيفاش تكتب حاجات اخرى. هذه كلها تحب لها انتباه ازرق. ايوا هاك انت اكثر واحد منتبه يا اخويا في تونس، ومنتبه للنظام، ومنتبه للحكومه، ومنتبه للمجد السياسي، ومنتبه للمرزوقي بون بيتيت، ومنتبه الحصير اكثر واحد منتبه. ايه مانيش نبيها. قلت لك منتبه. ايه مانيش نبيها. ايه حتى نبيها مش خايبه راهو. ايه هي تعجبك الصوت اونتر بارونتيز ولا نبيها؟ شكون؟ كراول. اسمعني. هنا معناتها سي كوم يقول لك وارك از جاد، العمل هو دين. شو عندك ما تعمل معناتها اذا ما معناتها ستون كيف واحد يسلي في نفسه ولا يلهي في نفسه؟ تصورني ما نكتبش باش نعمل؟ وانا نمشي ناكل نولي ديجا انا جو سوي جرو، تحبني نولي اوباز نهار كامل ناكل ولا قاعد ولا نهبط للطبرنات ولا قاعد في القهوة جو في معناتها بور توي لو طون اكرير سورتو اكرير، فهمتني؟ كرير pour conjurer معناتها تعرف شنو ليكريتور لهنا سو ني با ليكريتور دي زوتر اوسي. هنا كرير تكتب باش تنحي العله، باش تنحي المرض، باش تنحي كان ولاد بسم الله عملوا لك لعنه تنحاها،
هي كيف الكتيبه راهي كيف القمه معناتها اذا تتقرع وشات اون اورجونس هي واحد مش المحار. انا بسم الله وصف الكتيبه كيف القمه هذه انا نتصورها اول مره تقالت في تاريخ الكتابه في تاريخ وصف الكتابه. سي اون اورجونس داير كان ما ثماش الامر الاستعجالي هذا معناتها علاش باش تكتب؟ لانك مزروب محصور ماشي طول يلزمك تخرج. واحد يقول لك الادب مأساة او لا يكون او لا تكون والاخر يقول لك يا خويا لا الكتيبه كي القمه. إيه معناتها ما هي قديمه ياسر هذه المأساة وداير الكلمه هذه عوجت التوانسه الكل. محمود المسعدي شد الى فيسيي توت ليكريتور دي تونيزيان، الناس الكل حبوا ينقلوا عليه هو ابو معناتها بوينه، معناتها بوينه في الكتيبه، الناس الكل تحب تقلده. واحد للي ضيعنا الفتله اللي هي الكتيبه اللي تاتر معناتها شفت كتيبه محمود المسعدي فيها برشا حذلقه فيها برشا بلاغه فيها برشا معناتها قدوسيه اللغه اللي هي معناتها تنجم تجي تجربه واحده ما تعملش منها معناتها التوانسه الكل ولا يحبوا يكتبوا كيفها اللي هي اصلنا بالنسبه لي ابونا ينجم يقرب لي ويقرب لينا وحقنا تعلمنا عليه راهو بشير خريف معناتها اللي هي ماشي اك لا بريسيوزيتي دو لا لونغ معناتها معناتها هي كلمه ديما تتعاود الحذلقه معناتها فهمت حذلقه اللغه اللي هي موجوده عند كل ثم ناس معناتها خصن علاش ديما تلقى اكل المسيحيين العرب المسيحيين ما عندهمش احترام الى قدسيه اللغه ادباء المهجر تقصد اي ادباء المهجر او ميخائيل نعيمه او حتى لتو مثلا اسمه مفلوتي معناتها اللي كتبوا غادي جبران او من كلهم اكل اللبنانيين المسيحيين وحتى ايميل حبيبي فلسطيني مسيحي معناتها تولي اللغه معناتها وعاء للتعبير معناتها كيف ديفيكاسيتي بوبليك ما اذا تحاولها بك البلاغه والحذلقه ما عادش تعبر بالحق على الواقع. وقت تقول ما عادش تعبر بالحق على الواقع يعني انك انت خارج كتابه الحريه. يعني انت تحكي توا على كتابه الحريه تقول انه كتابه الحريه الكتابه للحريه والكتابه الحره هي كتابه بلا حذلقه. هي ما مش بركة كتابة الحرية كتابة عندها كيف واحد خضار يبيع في الطماطم أخي الطماطم فارغة زينة بلاستيك هي ما هي طماطم طماطيش وعن نجم نوكلها كيف هذاك غذاء معناتها اليوم دي تلقى واحد يكتب لك مثلا ريبورتاج ما في شو لا المدينة لا الواحد لا النهار لا أشخاص لا عاد شيء ما عادتش تو مثلا جيت تشد رواية عربية معناتها تا ما متوسطين مش لأنه الروائيين الكبار ما أنت فاهمينها مثلا كيف حنمينة أو إميل حبيبي او حتى نجي محفوظ او ما الكتاب الجدد هذا ما معناته غالب عليهم اللي يسموها البلاغه والحذلقه ما يقول لك البلاغه هي مومس معناته فهمت جي تشوف الكتاب الكبار كيف دوستويفسكي اي كاتب ولا حتى واحد من الطراز المتوسط متدخله يعطيك دي روبير يعطيك دي بارن ما مر يا ريمر اي في نهار كذا في مدينه كذا نهار صيف والحال كذا تحت بورتال
واحد وعرضني باي ولا واحد ما انا من دقيقه الاولى لوغرين تبدا ماشي ماشي ما تدريش عليها في اي مدينه هذه واقع وشكون الشخص معناته ما يعملش ليك هالشخص هذا ما يبنيش هولك وما يعطيكش عمره وما يعطيكش لبسته فهمتني سي 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 بور سا كو معناتها نحن مع بشير خريف ضد محمود المهدي.